نروح للسوشيال ميديا واللي اتكتب في الساعات الاخيره من خلال ترند الاهلي. البدايه من حساب ملعب القاهره 24 وبيقولوا محمد الشناوي ينتظم في تدريبات الاهلي اليوم قبل لقاء الاسماعيلي، وكنا اتكلمنا وقلنا ان خلاص كل اللعيبه بلا استثناء الحمد لله جاهزه للمشاركه وفي التدريبات الجماعيه على راسهم محمد الشناوي. الوطن الرياضي ما اتكلمش عن المشاركه، ده اتكلم عن ان في خلافات هتحصل. انت عارف انت زي ما تكون بتتنبأ بكره هيحصل في ايه، خلافات بسبب الشناوي وشوبير من يحرس عرين الاهلي. التفاصيل بتقول ان الساعات الماضيه داخل النادي الاهلي شهدت خلاف بسبب نهائي دوري ابطال افريقيا امام الترجي التونسي، وفي مصدر كشف ان في رايين داخل الجهاز الفني عشان مساله مين حارس الاهلي في مباراه الفاينل. في راي شايف ان الشناوي تعافى ورجع للتدريبات، فليه لا نستعين بخبراته يكون موجود في هذا اللقاء. وفي راي تاني شايف ان مصطفى شوبير هو الاحق في حراسه مرمى الاهلي، انه كان واخد المشوار من بدايته وعمل مباريات صعبه جدا مع الفريق وتاهل وكان جزء من تاهل الاهلي الى المباراه النهائيه. انا عايز اقول بس للزملاء، يعني بصوا على الترجي التونسي، عنده معز بن شريفيه الحارس الاساسي للترجي التونسي متواجد وفي ظهر وبيدعم مميش الحارس البديل اللي مواليد 2004 اللي لسه تم من حوالي اسبوع 20 سنه وعامل نفس الارقام القياسيه اللي حققها مصطفى شوبير. محدش في الاعلام التونسي، والله العظيم محدش في الاعلام التونسي بيتكلم على ان خلاف ما بين معز بن شريفيه وامان اللما ميش حارس الشاب الواعد للترجي التونسي. في المقابل هنا في مصر ومن الاعلام المصري بيصدر ان في خلاف ما بين الشناوي ومصطفى شوبير على مين يحرس مرمى النادي الاهلي. اسال مصطفى هيقول لك الشناوي هو رقم واحد في مصر، اسال الشناوي هيقول لك مصطفى ده مستقبل حراسه مرمى في مصر والنادي الاهلي. مفيش خلاف، مفيش مشاكل، جهاز الفني صاحب قراره. واكبر دليل على كلامي بص على مباراه مازيمبي، كلنا قلنا ان نتيجه اصابه حمزه علاء كولر هيحط الشناوي في المعسكر عشان بس يبقوا ثلاث حراس موجودين وخبرات الشناوي مهمه في مباريات زي دي، ولكن كولر صاحب القرار دخل بحارسين بس، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، والشناوي اتدرب وجاهز ولكن كان بره القايمه وحضر للاستاد وكان متواجد وبيساند زمايله وبيشجعهم. ده النادي الاهلي، ولكن الاعلام رفقا بالنادي الاهلي واحنا داخلين على مباراه نهائيه مهمه جدا هتتحسب باسم مصر وباسم النادي الاهلي. طيب نروح لحساب كوره بلس وبيقولوا ان وسام ابو علي يعاني من كدمه بسيطه في الكتف والجهاز الطبي سوف يطمئن عليه لتحديد موقفه امام الاسماعيلي. وسام سليم، سالت دكتور احمد جاب الله بالامس وطمني، قال لي كدمه خفيفه يقدر يشارك في التدريبات ومشاركته في ماتش الاسماعيلي هتبقى وجهه نظر فنيه لمارسيل كولر. اخبار الدوري المصري سبورت 360 قالوا وسام ابو علي لعب 8 مباريات 364 دقيقه 4 اهداف، تقييمك ايه؟ طيب اخر حاجه في الترند الاهلي سريعا، ياسر ابراهيم شارك في مران الاهلي استلام مواجهه الاسماعيلي. ياسر بيشارك بقاله 6 ايام 7 ايام وجاهز للمباريات الرسميه.